بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نعمل فاميلي، وكمثال على كده هنرسم باب. تمام، لما تيجي تبص على الريفت اول ما تفتح بتلاقي الجزء ده خاص بالبروجكت اي مشروع، بتلاقي الجزء ده خاص بالفاميلي. تمام، فممكن اوتوماتيك تقول له اوتوديسك سيك وتدخل تعمل سيرش على الفاميلي اللي انت عايزها، هتلاقي كتير جدا، غالبا يعني في حدود 100% ما بتعملش فاميلي من الاول، بس بتشوف اقرب فاميلي ليها وتدخل تعدل. تمام، يعني لو انا عايز الباب دوت فبجيب الباب دوت واعدل فيه شويه لحد ما اوصل للباب ده. تمام، ممكن كمان اعدل فيه اوصل الباب ده، فانا بعمل سيرش على الفاميلي لحد ما اوصل اللي انا عايزه او اقرب حاجه اللي انا عايزه واعدل فيه. بس نفترض ان مفيش فاميلي، هقول له نيو. دلوقتي جاب لي فاميلي تمبليت. يعني ايه فاميلي تمبليت؟ يعني فاميلي فيها بعض الخصائص اللي هتساعدني في ان انا اعمل فاميلي. تمام، يعني ما بتلاقيش باب مرسوم، بس بتلاقي حاجات هتساعدك، هتلاقي مثلا موضوع الاوبننج في الحيطه موجود، هتلاقي منهم اسماء انتريور واكستيريور، هتلاقي حاجات كتير هتسهل لك بدل ما تبدا من الصفر. لو عايز تبدا من الصفر اختار بيتريك جينيريك موديل، دي لو انت مش عارف انت هتعمل ايه، صحيت من الصبح وعايز اعمل فاميلي. طب فاميلي ايه بالظبط؟ لا، هي فاميلي، اي فاميلي هتيجي في طريقي هدخل اشخبط وبعد كده اشوف هتطلع ايه. تمام، طبعا مفيش حد بيشتغل كده، بس فرض يعني ساعات الواحد مخه بيضرب منه يعني. طيب خلينا نختار دور. بص اوتوماتيك كده من غير ما افتح البريفيو ان في حاجات ما شاء الله ما شاء الله. الامتداد بتاعه ار اف تي ريفت تمبليت، اقول له اوبن. تمام، طيب انا مش هعمل حاجه خالص، ونيجي نبص هو مقسمها لي انتريور واكستيريور. تمام اهو، فدي حاجه كويسه، عمل لي اوبننج في الوول. الباب ما ينفعش يبقى في الهواء، فلازم يكون هوستد على الحيطه. خليني اقول له افتح لي مشروع جديد، اختار التمبليت بتاعه مثلا اركتكشر. اوكي تمام، احمل الفاميلي من غير ما اعمل حاجه، هرسم بس كده حيطه. تمام، واحمل فاميلي وشوف ايه اللي هيحصل. خلي بالك انا ما عملتش اي حاجه في فاميلي، انا فتحتها فاضيه. تمام، هقول له لود انتو بروجكت. تمام، واحط الباب. هو ظبط تاج من عنده وعمل لي اوبننج في الحيطه. تمام، طيب خلينا نرجع هنا. تمام، طيب ممكن ابدا ارسم الباب على طول، او ممكن بقى ايه ارسم روف او بيسموها الحلق بتاع الباب. تمام، هو رسم لي حاجه بسيطه كده، بس انا عايز ارسم حاجه تانية عشان نلعب في البرامتر وناخد شويه اساليب حلوه يعني. تمام، هاجي هنا، ده ريفرنس بلان يعني ببدا ارسم عليه، هاخده كده كوبي 40. تمام، وده برضو هاخده كوبي 40. تمام، اللي جوه ده هو ده اللي هيبقى الويتس بتاع الباب، واللي بره ده الروف ويتس. تمام، فاجي هنا دي اي من هنا لهنا. تمام، اقول له ده بدل ما هو ويتس ان روف ويتس، هنا ده هو ده اللي هيبقى ويتس. تمام، دي اي من هنا لهنا 40، اقفل على 40 من هنا لهنا 40، اقفل على 40. ماشي، هنعمل له حاجة تقفلهم مع بعض دلوقتي. الانتريور اخد ده كده كوبي 40. طيب خلينا نرسم بارامتر جديد. تمام، ده وخلي ده هو الهاي. اغلب الفاميلي اللي هي موجوده مع المشاريع السيمبل اللي جايه مع الريفت مخليهم هم واحد، بس خلينا نغير شويه عشان اوريكم حاجه. هنا مثلا الهاي هقول له ده الرف هاي، هو الهاي زائد 40. تمام، وده الويتس هو زائد 80، عشان 40 من ناحية دي و40 من ناحية دي. تمام، 80. تمام، ده بس ايه سيمبل.
طيب هاجي هنا في ال عايز ارسم بقى حلق الباب دوت. طيب هاجي هنا اقول له كرييت، هقول له سويب. سويب يعني ايه؟ يعني هديك مسار وتبدأ تمشي عليه. تمام، بص الشكل بتاعه، هيدي له مسار يبدأ يرسم بروفايل وهو ياخد البروفايل ده يمشي عليه. تمام، زي مثلا كأنك بتعمل مثلا وزرة خشب بشكل معين، فبيبدأ يمشي حوالين الحيطان كلها. تمام، فهقول له هنا سويب، هخش في 3D واقول له بيج بوس، هديله المسار. تمام، هديله مثلا المسار دوت اهو. طيب يبقى كده ناقص لي ان انا ارسم البروفايل، هقول له اوكي وادخل هنا ارسم البروفايل. خلينا نرسم مثلا اديت بروفايل، او ممكن اقول له روت بروفايل واحمل اي بروفايل جاهز. تمام، بس هو مش كوند، كوند ده كهرباء انوتيشن. ابدا اشوف ارتكشر مثلا لو في اي حاجه موجوده هنا او اي بروفايل هبدا احمله. طيب خلينا نرسمه اديت بروفايل، اقول له مثلا البروفايل بتاعي مثلا من هنا لهنا. ممكن ترسم اي حاجه بقى انت عايزها، مثلا من هنا لهنا زي ما انت عايز مثلا. تقول له في تمام كده انا رسمت مثلا حل الباب كمثال. عايز ابدا ارسم بقى الباب هنا. تمام، فاجي هنا اقول كرييت واقول له اكستروشن. تمام، ممكن ابدا ارسمه هنا. تمام، وادي له نفس الارتفاع بتاع الباب بحيث ان هو يكبر ويصغر معاه، بس انا هرسمه في الانتريور. تمام، اقول له مثلا انا عايز ارسم الباب هنا، مش راضي يرسم لان هنا الورك بلان بتاعي لسه مبقاش الناحية دي. فاقول له شو ورين الورك بلان ست. ممكن اجي هنا حتى اقول له خليه الانتريور. تمام اوكي، وابدا ارسم الباب بتاعي مثلا من هنا لهنا، وممكن ادوس على القفل دوت بحيث ان هو اول ما يكبر ويصغر يكبر ويصغر معايا. تمام، هرسم برضو فتحات، نرسم باب كده شكله وشيك شوية اهو. اعلم دول كده ميرور الناحية دي. اوكي، اخد دول كده كوبي، سوري اخد كده دول كده كوبي واقول له كوبي. تمام، ليه؟ عشان عايز ادي دول ماتيريال كده. ما دمت رسمت شكل مغلق جوه الشكل اللي انا مغلق الاولاني، يبقى ده عباره عن فتحات، هيبدا يطرح من الشكل الكبير. فاقول له ايه؟ موافق. تمام، بعد كده هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم اكستروشن تاني، اقول له بيست اولاين تو سيلكت ليفل الكليب بورد. تمام، فينش. طيب هقول له فينش تاني. تمام، طيب اجي اشوف هنا بقى في الفلور بلان هل محتاج تعديل او لا. طيب هنا هاجي هنا اقول له دخل الباب ده مثلا من هنا لهنا، وخلي الفتحات برضو من هنا لهنا. تمام، وعايز اكبر ديت من هنا لهنا، ودي من هنا لهنا. تمام، طيب حاجة دلوقتي بقى ايه، تقدر تدخل وتعدل فيها اي تعديل انت عايزه. عايز انا اهم حاجة بالنسبة لي اشرح بس شوية افكار زي موضوع الماتيريال. تمام، خلينا ندخل كده، او دلوقتي كلهم واخدين نفس الماتيريال. هاجي على دوت اديله ماتيريال، ممكن اديله ماتيريال ان انا اوتوماتيك اقول له دي الماتيريال بتاعتها كذا. تمام، خلاص دي بقت الماتيريال ماشي، او اربطها ببرامتر اقول له هنا دي البرامتر بتاعتها مثلا وليكن وود مثلا. ده مش اسم الماتيريال، ده برامتر بحيث وانت في المشروع تقدر تغيره. تمام، وممكن تخليه تايب بحيث كل التايب بياخد نفس الماتيريال، او انستنس بحيث كل باب ليه ماتيريال خاصه بيه. تمام، فانا بفضل ان هو يبقى تايب،
اقول له اوكي اوكي ده كده بقى ماتيريال تقدر تصدره من جوه. طيب دوت لا، ده انا اخليه زجاجة عادي جلاس. تمام. طيب دوت عايز اديله ماتيريال مختلف، وليكن مثلا انا هديله على طول كده اوكي. تمام. طيب اقول له لود انتو بروجكت، اهو الباب اترسم، تقدر تدخل هنا تشوف عايز تشوف الماتيريال، هتقول له ريليستيك، تلاقي ده ماتيريال مختلف عن ده عن دوت. تمام. طبعا الازاز المفروض يبقى يعني مش بنفس السمك بتاع الباب، تدخل تعدل السمك بتاعه في قلب الفاميلي. طيب هتصغر الزجاج. طيب ايه تاني اللي احنا عايزين نعمله؟ عايز ابدأ ارسم هنا دوت، انا مش عايزه يظهر معايا في البلين، عايز يظهر بس في 3D. اعمل ايه؟ هاجي هنا هو والزجاج، تمام. هاجي هنا اقول له اديت، انا مش عايزه يظهر في البلان، انا بس عايز الحاجات دي تظهر في ال3D والفرونت وبتاع، انا مش عايز يظهر في البلان ولا في السيلينج. تمام اوكي. طيب ايه اللي بقى يظهر؟ المفروض ابدا ارسم شكل الباب يظهر اثناء الشغل بتاعي. هاجي هنا اقول له انا عايز ارسم مثلا بلاش موديل بلان، خلينا نرسم انوتيت. هقول له هنا ارسم لي من هنا لهنا. تمام. وهنا. تمام. عايز ابدا اديله نفس الويتس بتاعي اللي هو 1000. تمام. ابدا ارسم ارك. تمام. ده البرامتر دوت، اقول له ده دوت، ممكن اجي هنا اقول له دوت في بحيث لما يتعدل ده يتعدل معايا. تمام. وده برضو تمام. طيب كده بقى عندي الشكل ده موجود. لود انت بروجكت، تقدر تشوف الباب، تقدر تعدل فيه زي ما انت عايز. تمام. طيب ممكن اضيف تايب جديد هنا، اجي هنا اقول له ضيف لي تايب نيم. تمام. بحيث يبقى عندي باب مثلا 2 متر في متر، عندي باب تاني 3 متر في 3 متر، يعني زي ما انت عايز. هقول له مثلا الهاي في الويتس. تمام. ده اول واحد. اضيف واحد تاني اسميه مثلا 1800 مثلا في 1000، ده بقى هخليه 1800 مثلا. تمام. طبعا مش عارف ادخل منه. اوكي. تمام. يبقى احنا كده عندنا طيبين لود انتو بروجكت. الباب اهوت، ممكن تختار الطيب دوت او تختار الطيب دوت. تمام. تقدر تعمل من هنا برضو ايه الطيب، وتقول له انا عايز اعمل دبليكيت بدل 1800 دوت، خليها 1800 في مثلا 920 مثلا، واجي هنا على الالف دي اخليها 920. تمام اوكي. بيتغير اهو معاك. تمام. صباح الخير، انا هنام. السلام عليكم. اظن كده الفاميلي بقت